أعزائي المشاهدين في بث جديد من اليوم السابع، بنرصد لكم في حادث وقع هنا في منطقة المريوطية بسقوط سيارتين داخل ترعة المريوطية. يعني الوقعة بدأت لما كان في جراج عشوائي، حضراتكم بعض الأشخاص بيستغلوا هذه المنطقة ليعني ركن العربيات بشكل عشوائي. مواطن شغل عربيته راح يتحرك بيها، اصطدم في سيارة أخرى والاثنين وقعوا جوه المية. حاولوا الأهالي في البداية إنهم ينتشروا السيارتين لكن فشلوا، واستدعوا قوات الأمن اللي قدرت إنها إنها تنقذ السيارتين. الحمد لله لا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية، ويتم انتشار السيارتين بسلام. عايز أقول لحضراتكم يمكن الحادث ده مش هو الحادث الأول أو الحادث الأخير، لكن في حوادث متكررة في هذه المنطقة، خاصة على حافة الترعة اللي بيستغلها بعض الأهالي لوضع كراسي ويعني إقامة بعض المقاهي العشوائية أو استخدامها في ركن السيارات، وده اللي بيتسبب في عدد من الحوادث. كمان العربيات التي تسير بسرعة مرتفعة بتتسبب في أيضا عدد من الحوادث على الطرق والمحاور الرئيسية هنا عند سقوطها في المياه. ومن ثم يعني دايما الجهات المعنية بتحذر المواطنين من القيادة بسرعة مرتفعة وتوخي الحذر، خاصة على حافتي هذه الترعة اللي بيتم إجراء صيانة لها خلال هذه الأيام. طبعا في هذه الحادثة فرصة لتوعية الناس والمواطنين بعدم يعني الركن بشكل عشوائي على حافتي الترعة، وكمان عدم وجود المقاهي بشكل عشوائي حتى لا يتعرضوا للخطر مثل الحادث الذي نحن بصدده اليوم والذي أدى إلى سقوط سيارتين. لكن الحمد لله لم تكن هناك أي يعني خسائر بشرية في الأرواح، وساهمت سرعة انتقال رجال الأمن ومساعدة الأهالي في انتشال السيارتين سريعا من داخل المياه، والحمد لله لا توجد أي إصابات. وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقع وظروفها وملابستها، وإن شاء الله نتابع مع حضراتكم في لايفات جديدة من اليوم السابع كل ما هو جديد. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في بث جديد من اليوم السابع، بنرصد لكم في حادث وقع هنا في منطقة المريوطية بسقوط سيارتين داخل ترعة المريوطية. يعني الوقعة بدأت لما كان في جراج عشوائي، حضراتكم بعض الأشخاص بيستغلوا هذه المنطقة ليعني ركن العربيات بشكل عشوائي. مواطن شغل عربيته راح يتحرك بيها، اصطدم في سيارة أخرى والاثنين وقعوا جوه المية. حاولوا الأهالي في البداية إنهم ينتشروا السيارتين لكن فشلوا، واستدعوا قوات الأمن اللي قدرت إنها إنها تنقذ السيارتين. الحمد لله لا يوجد أي إصابات أو خسائر بشرية، ويتم انتشار السيارتين بسلام. عايز أقول لحضراتكم يمكن الحادث ده مش هو الحادث الأول أو الحادث الأخير، لكن في حوادث متكررة في هذه المنطقة، خاصة على حافة الترعة اللي بيستغلها بعض الأهالي لوضع كراسي ويعني إقامة بعض المقاهي العشوائية أو استخدامها في ركن السيارات، وده اللي بيتسبب في عدد من الحوادث. كمان العربيات التي تسير بسرعة مرتفعة بتتسبب في أيضا عدد من الحوادث على الطرق والمحاور الرئيسية هنا عند سقوطها في المياه. ومن ثم يعني دايما الجهات المعنية بتحذر المواطنين من القيادة بسرعة مرتفعة وتوخي الحذر، خاصة على حافتي هذه الترعة اللي بيتم إجراء صيانة لها خلال هذه الأيام. طبعا في هذه الحادثة فرصة لتوعية الناس والمواطنين بعدم يعني الركن بشكل عشوائي على حافتي الترعة، وكمان عدم وجود المقاهي بشكل عشوائي حتى لا يتعرضوا للخطر مثل الحادث الذي نحن بصدده اليوم والذي أدى إلى سقوط سيارتين. لكن الحمد لله لم تكن هناك أي يعني خسائر بشرية في الأرواح، وساهمت سرعة انتقال رجال الأمن ومساعدة الأهالي في انتشال السيارتين سريعا من داخل المياه. والحمد لله لا توجد أي إصابات. وبدأت الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقع وظروفها وملابستها، وإن شاء الله نتابع مع حضراتكم في لايفات جديدة من اليوم.